بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاح يا وهاب يا وتر يا واحد يا أحد، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله الفرد الصمد، في كل لمحة عين من الأزل إلى الأبد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء والأعزاء في كل مكان، سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله دعاء سورة الفاتحة الشريفة، فتابعوا معي الحلقة على بركة الله. فأسرار وفوائد الفاتحة الشريفة كثيرة، وهي لا تعد ولا تحصى على ذاكرها، وتجلياتها أيضا عظيمة لمن اتخذها وردا يوميا له. وهذا الدعاء المبارك الذي سأقدم لكم اليوم هو دعاء قصير، ليس دعاء طويلا، وطريقته هي كالآتي: فإنك تختار من الأوقات إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، ويمكنك أيضا أن تتخذه كورد يومي مرتين في اليوم، يعني بعد صلاة الصبح وبعد المغرب إن استطعت. كل واحد يعمل حسب ظروفه واستطاعته ووقته، فمن استطاع أن يقرأ مرتين في اليوم كان أفضل، ومن استطاع مرة واحدة فخير وبركة. فإنك تقرأ سورة الفاتحة 41 مرة، وبعدها تقرأ هذا الدعاء مرة واحدة. وهذا الدعاء له أثر عظيم في دفع البلاء والشفاء من الأمراض والأسقام، ولتيسير الأمور ولقضاء الحاجات ودفع شر الأعداء والحساد. وإليكم على بركة الله نص الدعاء المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق حمد الحامدين، حمدا يكون رضاء ومرضيا عند رب العالمين. الرحمن الرحيم الذي دحى الأرض والأقاليم، واختص موسى الكليم، وأحيا العظام وهي رميم، وسمى نفسه الرحمن الرحيم، فهما اسمان جليلان فيهما شفاء لكل سقيم. مالك يوم الدين الذي ليس له منازع في الملك ولا شريك ولا قرين ولا وزير ولا مشير ولا معين، بل كان قبل العوالم كلها أجمعين. أنت المحيط بجميع السلاطين والشياطين، وعوني على الأبعدين والأقربين، ووجهتي على الأجناس المختلفة أجمعين. إياك نعبد بالإقرار ونعترف بالتقصير، ونستغفرك من الذنوب ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. وإياك نستعين على كل حاجة من حوائج الدنيا والدين، يا هادي المضلين لا هادي غيرك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم يا مالك رقاب العوالم كلها، سبحانك إني كنت من الظالمين، رب نجني من الغم يا منجي المؤمنين، وفرج الكرب عني يا مفرجا عن المكروبين، يا غياث المستغيثين اكفني ونجني مما أخاف وأحذر، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هنا ينتهي الدعاء أحبابي في الله، وكما لاحظتم فهو دعاء قصير جدا، فأئمتنا الكرام وأهل الله والصالحين فقد اجتهدوا في عدة أدعية لسورة الفاتحة، وأنا اخترت اليوم أن أنزل لكم هذا الدعاء القصير لها فقط استجابة لرغبة الكثير من المتابعين الذين راسلوني بشأن أدعية وأوراد قصيرة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.